بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم تلاميذ سنة أولى متوسط على قناة جنة العلوم مع النشاط متمثل في تحديد مقر امتصاص المحلول المعدني. من خلال هذا النشاط نحلل مجموعة نتائج تجارب. التجربة تنص على ما يلي: نضع نبتة في ماء زائد أملاح معدنية، أي نضعها في محلول معدني، ونثبت هذه النبتة بحامل بعد 48 ساعة، أي بعد يومين لاحظوا نهاية التجربة. نلاحظ أن الماء بعد أن كان يعني يملأ كل أنبوب الاختبار قد نقص محتواه، ومن هذا نفهم بأن النبات قام بعملية هامة تتمثل في عملية الامتصاص. وسنظهر عملية امتصاص النبات الأخضر للماء، ونتحدث بالضبط على مقر ومكان امتصاص المحلول المعدني في الجذر. لنتعرف الآن على أهم مكونات الجذر. لاحظوا معي الصورة التالية للنبتة. الجزء السفلي للنبتة يتمثل في الجذر، يتكون مجموعة من المكونات. مكونات الجذر تتمثل في المنطقة الأولى المتمثلة في المنطقة الفلينية، المنطقة التالية هي المنطقة الوبرية التي تشبه وبر الحيوانات لذلك سميت بالمنطقة الوبرية، تحتوي على الأوبار. والمنطقة الثالثة هي منطقة النمو، هي منطقة متطاولة في الجذر. وأخيرا منطقة القولنسوة. إذن كل هذا يظهر في الصورة المقابلة الممثلة لرسم تخطيطي لجذر نبات أخضر. إظهار منطقة امتصاص الماء من خلال تجربة روزين. من خلال هذه التجربة نحضر 5 أنابيب اختبار و5 نباتات، نضع في الأنبوب الأول الماء وفي الأنابيب الأخرى نضع الماء إضافة إلى الزيت، ثم نغمر جذور النبيتات في الأنابيب كما يلي: النبتة الأولى، كل الجذر نضعه في الماء، الجذر بمناطقه الأربعة، المنطقة الفلينية والمنطقة الوبرية، منطقة النمو إضافة إلى القولنسوة، أي نضع كل المناطق الأربعة للجذر في الماء. التجربة الثانية، نضع القولنسوة والمنطقة الوبرية في الماء إضافة إلى منطقة النمو. أما المنطقة الوحيدة التي تبقى في الأعلى التي نضعها في الزيت هي المنطقة الفلينية، إذن موضوعة في الزيت. التجربة الثالثة، نضع القولنسوة في الماء، أما منطقة الوبرية فنضعها في الزيت. التجربة الرابعة، المنطقة الوبرية نضعها في الماء، ومنطقة القولنسوة والمنطقة الخشبية نضعها في الزيت. وأخيرا التجربة الخامسة، المنطقة الخشبية اللي هي نفسها المنطقة الفلينية نضعها في الماء، أما باقي المناطق الأخرى الثلاث فنضعها في الزيت. إذن في كل مرة نلاحظ أن النبتة نتيجة التجربة على النبتة إما أن النبتة تبقى حية أو أنها تذبل وتموت. إذن تحديد مقر امتصاص المحلول المعدني، هذا ما يهمنا في هذا الدرس. لابد من أن نستخرج مقر امتصاص المحلول المعدني من بين كل هذه المناطق الأربعة للجذر. يا ترى أي منطقة بالضبط مسؤولة على الامتصاص؟ إذن تجربة روزين، هذه تسمى بتجربة روزين، أجرها العالم روزين، تظهر منطقة الامتصاص. السؤال الأول، حدد المناطق المختلفة للجذر. إذن مباشرة المناطق الأربعة للجذر واضحة: المنطقة الفلينية، المنطقة الوبرية، منطقة النمو والقولنسوة. السؤال الثاني، ما الهدف من التجربة ألف؟ هذه هي التجربة ألف، ما هو الهدف منها؟ الهدف منها هو إظهار امتصاص النبات الأخضر للمحلول المعدني عن طريق الجذر. السؤال الثالث، اقترح فرضية حول المنطقة المسؤولة عن الامتصاص في الجذر. نحن لدينا 4 مناطق، كل هذه المناطق نشك فيها على أنها تمتص المحلول المعدني، لكن تجربة روزين هنا تثبت لنا المنطقة بالضبط التي هي مسؤولة على امتصاص المحلول المعدني. إذن التجربة الأولى وضعنا كل الجذر فبقي النبات حي، والتجربة الثانية وضعنا المنطقة الفلينية في الزيت فبقي النبات حي. ونستبعد أن المنطقة الفلينية مسؤولة عن الامتصاص لأننا وضعناها في الزيت لكن النبات بقي حي، وبالتالي نشك في باقي المناطق الثلاث متمثلة في الأوبار المصة ومنطقة النمو ومنطقة القولنسوة. نذهب الآن إلى تجربة ثالثة،
تجربة ثالثة وضعنا منطقة الأوبار في الزيت فمات النبات. إذن هنا نشك أن الأوبار المسؤولة على عملية الامتصاص، لأننا وضعناها في الزيت نقترح أن هذه المنطقة هي المسؤولة الامتصاص، لأننا عندما وضعناها في الزيت مات النبات. لابد من أن نتأكد من أن هذه المنطقة حقا هي المسؤولة على الامتصاص. التجربة الرابعة وضعنا من جديد الأوبار الماصة في الماء فبقي النبات حي. وبالنسبة للمنطقة الفلينية أكيد أنها غير مسؤولة الامتصاص وتحدثنا عليها على هذا في تجربة ثانية. القلنسوة وضعناها في الزيت فبقي النبات حي، وبالتالي نقول أن القلنسوة غير مسؤولة على عملية الامتصاص، وبهذا استبعدنا منطقتين أنهما مسؤولتين على الامتصاص اللي هي المنطقة الفلينية. هنا بقي النبات حي وبالتالي لا تحتاج إلى هذه المنطقة في عملية الامتصاص. حتى في التجربة الثالثة وضعنا منطقة النمو في الماء فمات النبات، وبالتالي كذلك منطقة النمو غير مسؤولة. في التجربة الثالثة وضعنا القلنسوة في الزيت فمات النبات، وبالتالي القلنسوة غير مسؤولة. والتجربة الأخيرة تؤكد أن منطقة الأوبار المصعى هي المسؤولة على الامتصاص، لأننا عندما وضعناها من جديد مات النبات، وبالتالي فنقول أن المنطقة التي نفترض أنها مسؤولة على الامتصاص هي منطقة الأوبار. هذه هي الفرضية. السؤال الرابع، ما فائدة الأنبوب رقم 1؟ هنا هذا الأنبوب كشاهد نستدل عليه. هل تسمح النتائج المتحصل عليها من التحقق من الفرضية؟ طبعا تسمح بذلك، وضح ذلك. إذن خلال الشروحات التي شرحتها تأكدنا من أن المنطقة الوبرية هي المنطقة المسؤولة على عملية الامتصاص. نناقش هذه التعليمات من جديد. باختصار، المناطق المختلفة للجذر هي المنطقة الفلينية ثم الوبرية ثم النمو ثم القلنسوة. هذه المناطق الأربعة للجذر. الهدف من التجربة ألف، التجربة الأولى ككل، هي إظهار عملية الامتصاص الجذري. هذه هي العملية، هذه هي التجربة. وثالثا، فرضية حول المنطقة المسؤولة عن الامتصاص في الجذر هي المنطقة الوبرية، قلنا أنها هي المسؤولة عن الامتصاص، اقترحنا هذا كفرضية. فائدة الأنبوب رقم 1 هو أنبوب شاهد. النتائج المتحصل عليها في كل أنبوب، التجربة الأولى والثانية والرابعة مات النبات، أما الثالثة والخامسة فبقي النبات حي. وبالتالي فالتجربة الأولى والثانية والرابعة نمو نبيتات وحدوث الامتصاص الجذري، أي حدث الامتصاص. أما في الثالثة والخامسة فلم تحدث عملية الامتصاص الجذري وذبول النبيتتين. وبالتالي فالتجربة تؤكد أن المنطقة الوبرية، يعني المنطقة التي تحتوي على الأوبار المصة، هي المسؤولة عن الامتصاص الجذري. هذه الأوبار المصة المسؤولة على الامتصاص. استنتاج لهذه الحصة، يمتص النبات الأخضر المحلول المعدني، محلول المعدني نذكر أنه عبارة عن ماء وأملاح معدنية ذائبة فيه، بواسطة الأوبار المصة الموجودة على جذوره. عادة السؤال الذي يطرح هنا سواء في الفرض أو في الامتحان، حدد مقر امتصاص المحلول المعدني. وأخيرا أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحصة، وأنتظر تعليقاتكم في الأسفل. ما هي الدروس التي تحتاجون إلى وضعها في القناة أو أن أشرحها؟ ومع السلامة في حصة أخرى إن شاء الله.